السلام عليكم. الدرس الثالث من دورة البايثون. بهذا الدرس إن شاء الله حنتناول التعليمات الشرطية والحلقية والمتغيرات المنطقية والعمليات عليها. أولا تعليمات شرطية. في عنا تعليمة if. بالبايثون إلى 3 أشكال. أول شكل if condition statement، بهي الحالة لما يكون في عندي بس بدي ناقش حالة واحدة بدون حالة افتراضية، فما في داعي أحط else، فبس if condition statement. الحالة الثانية if و else، طبعا لحالة إذا بدي ناقش حالة واحدة مع حالة افتراضية. الشكل الثالث إذا بدي ناقش أكثر من حالة مع حالة افتراضية مع حالة افتراضية. طبعا أكثر من حالة، أول حالة بحطها if، ثاني حالة بحطها ال if. خلينا ناخذ مثال صغير عن هدول، عن ال if هدول. أول شيء بساوي ملف جديد مثل ما حكينا، بحب سيف قبل ما أشتغل. هلا حنساوي برنامج بسيط بيطلب من المستخدم ادخال متغير، وانا بكشف اذا هو هذا المتغير زوجي او فردي. اول شيء x يساوي input enter a number، نحط شرط if x باقي القسم الصحيح على 2 يساوي 0 print x is even. وإلا print x is odd. حنسيف، شوف تنفيذ البرنامج. enter a number مثلا 3 x is odd. طبعا برنامج جدا بسيط، بس عرفنا كيف بيشتغل ال if وال else. هلا حنساوي نحن برنامج تاني ال if وال if وال else. برنامج عبارة عن برنامج بندخل له رقمين وبيطبع لي إذا x أكبر من y أو y أكبر من x أو إذا متساويين. فمثلا input enter x بعدين ال y enter y. هلا منناقش بقى الحالات. if x اكبر من y print x is greater than y. بعدين ال if x أصغر من y print y is greater than x. بعدين عندي الحالة الافتراضية else، عفوا print x is equal to y. هنسيف، هننفذ البرنامج. قال لي enter x 10 enter y 5 x is greater than y. برنامج طبعا جدا بسيط، بس اخذناه كمثال نحن. هلا بنروح للتعليمات الحلقية. التعليمات الحلقية بالبايثون عندي أول شيء الفور. الفور بتنكتب على الشكل التالي: فور انت يعني رقم انتجر، أو عفوا متغير يعني اسم متغير وليس رقم بيكون. ان رينج انتجر، هون انتجر بدي أحط رقم
بعدين statement. هلا شو بدي تساوي هي الفور؟ لما نحط انا الرقم بقلب الرينج ونفترض 10، فحيتم تنفيذ الحلقة 10 مرات ابتداء من الرقم 0 وانتهاء بالرقم 9. يعني بهذا الشكل من حلقات الفور ببلش، اذا ببلش عندي من الصفر لقبل لقبل الرقم الانتجر اللي حطيته بواحد. حناخد مثال كتير بسيط، for i in range 10 print i control s F5. مثل ما حكينا نفذ البرنامج عندي من صفر للتعليمة 9، عفوا للرقم 9، يعني نفذ لي اياها 10 مرات. هلا في عندي شكل تاني من حلقات الفور، يلي هي انه بدي انا احدد له البداية اللي بده يبدا منه. يعني انا ما بدي اياه يبدا من الصفر، هلا الصفر هي الحالة افتراضية، فبحط انا من الواحد للعشرة. بهي الحالة ببلش البرنامج من عند العد واحد وبينتهي على العد 9. خلينا نجرب. مثل ما حكينا بلش بالرقم 1 وانتهى بالرقم 9. كمان في نضيف شغلة تانية اللي هي الخطوة اللي بتمشي فيها حلقة الفور. مثلا اذا ما بدي اياه خليه انا ينتقل 1 1، فبدي اياه ينتقل 2 2 بدل 1 1. يعني حطيت له خطوة انا هون بهي الحالة. نشوف هلا كيف التنفيذ حيكون، كيف الخرج. لاحظين بلش من 1 3 5 7 9. هلا في ملاحظة صغيرة بس، انه اذا حطينا صفر مثلا نرجع F5، بنلاحظ هون نفذ لي 0 2 4 6 8، يعني ما طبع لي العشرة مثل ما حكينا، بيوقف عند قبل العشرة بخطوة. معناتها هيك حلقة الفور شو فين نحط لها وسطاء؟ أول شيء البداية إذا ما حطيتها بيختار صفر بشكل افتراضي، النهاية طبعا هي لازم نحطها، الخطوة اللي بحطها بواحد بشكل افتراضي. هلا انا اذا بدي احط الخط، اذا بدي امشي بحلقة الفور بشكل تنازلي مو بشكل تصاعدي، كيف هي فيني اساويها؟ حط له البداية 10، النهاية 0، الخطوة ناقص 2. حننفذ الحلقة، عندي 10 8 6 4 2. طبعا مثل ما حكينا اكيد ما حينفذ الصفر، ليش؟ لانه حيوقف عند قبل النهاية بخطوة يلي هي الواحد، اللي هي عفوا الاثنين، طبعا ما حيطبع الصفر عندي. هدول كتير لازم ندقق عليهم بموضوع الفور، لانه بيفيدونا كتير بهذا الموضوع، موضوع العد. اذا بدي استخدم انا المتغير عندي مثل الاي مثلا، اذا بدي استخدمه بقلب حلقة الفور، فلازم اعرف منين حيبدأ وين حيوقف. هلا عندي التعليمة الثانية اللي هي الواي، شكلها التالي while condition بعدين statements. هناخد مثال كتير بسيط عنا، ونفترض i equal 0، عندي while ال i اصغر من العشرة مثلا، فنفذ لي print i بعدين i زائد يساوي الواحد. هي عملية الزيادة بالبايثون. خلينا نشوف التنفيذ كيف حيكون. مثل ما قلنا بلش من الصفر، مثل ما اسندت له انا قيمة، اول شي طبع الصفر بعدين زود وهكذا، طالما انه الوايل اصغر من العشرة فحينفذ لي هي هذا الكود. هلا في عندي ملاحظة صغيرة لاستخدامات الوايل، هي انه اذا بدي ساوي برنامج ينفذ لي يتنفذ اكثر من مره، حتى اطبع يعني حتى نفذ البرنامج على اكثر من قيمه، بدي اشوف الخرج على اكثر من قيمه. شو هي الطريقه؟ اول شيء بقول له while true. شو يعني while true؟ while true يعني طالما الكود اللي بقلب الوايل عم يتنفذ بشكل صحيح وما في عندي اخطاء، فخليك عم تكرر لي اياها. فبالتالي حيتم يكرر الحلقة طالما تنفيذ الكود عم يتم بشكل صحيح. مثلا حناخد x يساوي input
enter a number print x. هلا في شغلة صغيرة بهذا التنفيذ، طالما البرنامج عم يتلقى معلومات من المستخدم حيتم يتكرر. حنشوف كيف التنفيذ حيطلع عندي. انتر نمبر واحد طبع لي، ثلاثة طبع لي. هلا كيف انا بدي اوقف عمل البرنامج؟ هيك حيكون حلقة لا نهائية وما ما حيتوقف مع البرنامج ابدا طالما عم دخل له ارقام صحيحة. فبدخل له انا معلومة ما تكون صح. هلا هو انا شو فهمته هون؟ اكس يساوي انبوت. احنا قلنا انه الانبوت هون هي عبارة عن بيستنى المستخدم يدخل متغيرات من نوع عدد، يعني اعداد. فامتى بيوقف البرنامج؟ اذا بدخل له قيمة خاطئة، يعني مثلا اذا دخلت له حرف او ما دخلت له شيء، يعني كبست انتر بدون ما ادخل له شيء. يعني مثلا ولنفترض كبست اس طلع لي خطأ، قال لي انه الاس مو عبارة عن عدد، فهون انا وقف عندي البرنامج. او اذا دخلت له انتر بدون ما ادخل له شيء حيطلع لي خطا انك انت ما دخلت لي قيمه، فهيك بهالطريقه حيوقف البرنامج. طبعا هي طريقه مو سليمه لعمل برامجنا. ليش؟ لانه يعني طبعا ما حل المستخدم دخل خطا لحتى يوقف البرنامج. هي طريقه بس لاختبار برنامجنا اكثر من مره لحتى نشوف الخرج تبعه. طبعا اذا بدي ساوي انا طريقه احلى بطريقه تكرار البرنامج، بخلي انا المستخدم مثلا بقول له للمستخدم اذا بدك توقف البرنامج دخل قيمه 0.0 مثلا، وبحط انا if بقلب الواي if x يساوي 0.0 break. طبعا هلا البريك حنشوفها بعد هلا بالتعليم هلا حنشرح موضوع البريك. البريك هي تعليمه بنحطها عند تحقيق شرط معين، بيقوم بيوقف البرنامج، بتوقف حلقه الوايل عندها، بيخرج من حلقه الوايل. حنعطي مثال بسيط عنه. حناخد هون مثلا i يساوي 1 while true print i، بعدين if ال i يساوي 10 break. بعدين بنزود الواي اي زائد يساوي الواحد. هنشوف تنفيذ هذا البرنامج شو حيكون. بنلاحظ هون نفذ لي من الواحد لعند العشرة، وبس لو وصل على العشرة عمل بريك فطلع من الحلقة الواي كلياتها. فهي استخدامات البريك، مثل ما قلنا كمان فينا نحط قيمة معينة، مثل عند لما المستخدم بده يدخل اكثر من قيمه، فممكن نقول عندما المستخدم يدخل قيمه 5 مثلا يوقف البرنامج. فبقول له المستخدم انا لما بدك توقف عمل البرنامج اضغط 5. هلا في عندنا تعليمه الكونتينيو. تعليمه الكونتينيو هي تجاوز تنفيذ المرحله الحاليه للحلقه وانتقل للمرحله الثانيه. يعني مثلا فينا نستخدمها هاي بالفور فور اي ان رينج 10 مثلا برنت اي، او خلينا نكتب الشرط بالاول اف الاي يساوي الخمسة فحط لي continue، بعدين print ال i، بعدين بس هدول هنين، فنسيب نجرب البرنامج. بنلاحظ انه بلش من الصفر مثل ما قلنا 1 2 3 4، وتم تنفيذها وعند الخمسة ما نفذ لي اياها. فهي تعليمة الكونتينيو تبعنا، طبعا مفيدة في لها كتير تنفيذ، يعني في لها كتير استعمالات في حال حابين نعمل برامج، يعني برامج متنوعة. هلا العمليات المنطقية، البايثون بيوفرنا عمليات منطقية بنساويها على متغيرات مثل x
is not equal y, x أكبر من ال y, x أصغر من ال y, x أكبر أو يساوي ال y, x أصغر أو يساوي ال y, x تساوي ال y. طبعا هدول كلهم بنعرفهم مثل أي لغة برمجة تانية فيها هدول التعليمات. في شغلة صغيرة بس حابب أحكيها، مثلا إذا قلنا الواحد يساوي يساوي الواحد فحيطلع لي النتيجة true مثل ما قلنا، معناتها خرج هدول العمليات كلياتهم حيكون متغيرات بوليانية true or false. إذا حابين نقول حابين نعرف type true هيطلع لي إنه هي من نوع بولياني. هذا كل شيء لدرس اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، ونشوفكم الدرس الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.